شهر رمضان الكريم يربي صيام المسلمين على تدارس القرآن وتدبره، فيعيش المسلم بين آيات القرآن وقصصه ووعده ووعيده، فتدمع عينه تارة ويلين قلبه تارة أخرى، يعتبر ويتعظ من قصص الأمم الماضية، ويعيش مع الأنبياء صبرهم ونصحهم وابتلاءهم، ويستنبط الأحكام ويستخلص الفوائد. لذلك كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان كل ليلة. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم، ونعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غليكم.